السيدات والسادة الحضور، اسمحوا لي باسمكم جميعا أن نقف ترحيبا بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله راعي جائزة التميز العلمي. حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى راعي جائزة التميز العلمي، أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء، الحضور الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العظيم. إن حفلنا اليوم ما هو إلا تسجيل لأجمل اللحظات مع الذين تميزوا واجتهدوا وعاهدوا أنفسهم بأن يردوا الدين لوطنهم الغالي قطر من خلال تميزهم كل في مجاله. الحضور الكريم، نترككم الآن مع كلمة سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، فليتفضل مشكورا. تطيب التحية حين تكون لسمو الأمير المفدى، ويطيب اللقاء ويزداد قدراً وأهمية حينما يكون برعايته وتشريفه لهذا الحفل التربوي المتطلع إلى آفاق أرحب وإنجازات أكبر ونجاحات أكثر تألقاً وتميزاً في مسيرة التعليم لدولتنا الحبيبة قطر. سيظل منهجنا القويم النابع من ديننا الإسلامي الحنيف وخيارنا الاستراتيجي في دولة قطر، والذي رسمه لنا صاحب السمو أميرنا المفدى حفظه الله، هو مواصلة الجهود الحثيثة لتطوير منظومتنا التربوية لبناء جيل من الشباب مزود بالعلم والقدرات والمهارات التي تؤهله للتعامل مع تطورات العصر وتلبية تطلعات مجتمعه نحو الرقي والازدهار، حتى يتحقق الربط المنشود بين التربية والتنمية المستدامة وصولاً إلى رؤية قطر 2030. الآن نقف مع كلمة المتميزين وهم المحتفى بهم، ويلقيها علينا النقيب الدكتور عبد العزيز بن أحمد الإبراهيم الفائز بجائزة التميز العلمي لفئة الدكتوراه، فليتفضل مشكوراً. سيدي سمو الأمير، إن للعلم مكانة عظيمة في كافة الشرائع السماوية وفي ديننا الإسلامي الحنيف على وجه الخصوص، ولعل أكبر دليل على ذلك هو أول آية أنزلت على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حاملة أسمى المعاني الجليلة في الحث على طلب العلم. سيدي سمو الأمير، باسمي وباسم جميع إخواني وأخواتي المكرمين، نعاهدكم يا سيدي على مواصلة العطاء والتميز بإذن الله، وأن نسخر كل طاقاتنا وجهودنا لرد ولو جزء بسيط
من أفضال هذا الوطن المعطاء علينا جميعا، وأن نقدم الغالي والنفيس لهذه الأرض الطيبة وكل من يعيش على ترابها الطاهر. الآن وصلنا إلى اللحظة الأهم في حفل التميز العلمي لعام 2016. الآن يتفضل سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى راعي حفل جائزة التميز العلمي، وسعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي بالصعود إلى المنصة لتوزيع الجوائز على المتميزين.